الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. سنة طيبين جميعا. طيبين ودي عليك كلها بخير ان شاء الله. امال فين فوزيه؟ طلعت تعيد على يومنا فوق يا ابويا. اه ماشي. عاديه عاديه ما شاء الله، الحته تتعلمها ده احنا جرائن قوي يا ابن محفوظ. خد يا سيدي جنيه بحاله. لا اريده خمسه. يا سيدي خمسه هذا يا سيدي خراب. خمسه روح لعمك المريش ده خد منه معاه الخمسات. خد يا عبد الله 100 جنيه ايه كل سنه وانت طيب. كلا اريده خمسه. تعالى تعالى انا افك لك واديك الخمسه. تعالى معايا تعالى. هيا هيا بينا لنحسب. انت بخير انت بخير وانت طيب. ما شاء الله لا قوه الا بالله يا يحيى. كل الورق ده اللي بتتخلصه في يومين ده انت بقيت جامد قوي يا زيدي. شفت زي ما وعدتك، شهادة ميلاد عبد الله، باسبور وبطاقة ليك، وهتلاقي عرض كمان من أحسن مدرسة لغات في مصر لعبد الله. ما أنا بقراه بس ده مبالغ كبيرة قوي دي. ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ كل المبلغ ده في السنة؟ المبلغ ده في الترم الواحد يا محفوظ. يا أبويا 20,000 جنيه في الترم يا يحيى؟ 20,000 دولار. يا أبويا 20,000 دولار؟ ليه؟ هو هيتخرج من ابتدائي مع الدكتوراه ولا إيه؟ الواحد بقى يحط له الفلوس دي في بنك على الاقل لما يكبر يعمل بيهم مشروع. التعليم مكلف يا محفوظ، وكل حاجه بقت مكلفه الايام دي، بس ما تقلقش غير الخصم اللي هتاخده هيبقى بالتقسيط المريح، وممكن نعمل له استثناء عن طريق الحزب ويخش الواد ببلاش. عن طريق الحزب؟ لا يا عمي لا لا لا، خلينا في التقسيط المريح. الله يرحمك يا دكتور طه حسين، قال العلم كالماء والهواء. طب تصدق بقى حتى دول بيتباعوا. يلا بينا بقى عشان يا دوبك. يا دوبك ايه؟ يا دوبك ايه؟ اقعد بس. بعدين ايه حكايه الحفله اللي بتقول عليها دي؟ دي حفله صغيره عاملها حمايه عندنا في الفيلا، وانا عايزك معايا يعني عشان اتشرف بيك. اتشرف بيه؟ امال؟ وايه؟ الحفلات بالنهار كده غريبه قوي يعني، يعني ازاي يبقى في حفله بالنهار كده؟ هي الحفله بالليل بس انا عايزك معايا كده نلف لفه كده، نجيب كام بدله على كام كرافطه على كام قميص يليقوا بيك كده. مالها يا اخي بدله نصر ابو الحسن بقى حلوه وشيك؟ البدله اللي لبستها لحفله مدام يسريه. ايوه. يا راجل انا بكلمك على بدل سينيهات. ايه سينيهات يعني؟ يعني ماركات معروفه يعني، بدل عليها قيمه يعني شويه. يا بس هات البدله دي برضو عشان نعرف المقاس. ماشي سينيهات. ماشي ماشي. منة خالي، اصل انا كنت بدور على بنطلون ضايع مني عندي هنا فوق. ايوه ايوه بنطلون عندي فوق. شكله ايه البنطلون ده يا منة؟ هو بنطلون جينز وعليه ورد. متشغلش بالك يا خالي، هتلاقي ماما لمته بالغلط كده وحطته في اوضه حسين. انا هروح ادور عليه هناك. استنى منا. ايوه يا خالي. اوعدك انا لو لقيت البنطلون ده هجيبهولك. متشكر يا خالي. لا لا منا، تقولي البنطلون برد؟ ايوه يا خالي. نسيت اجيب الفيل معايا انا. نسيت اجيب الفيل معايا. نسيت اجيب الفيل معايا. ولا صبحي؟ ايوه دولي. عايزك في خدمه صبحي.
انت تأمر يا دولي. اطلع. حبكت دلوقتي يا محفوظ؟ معلش يا يحيى عشان الامان يا اخي. امان؟ امان ايه يا محفوظ؟ مفيش حد غريب بيخش البيت وما عندكش حاجه اصلا في الاوضه يتخاف عليها. يا سلام يا سلام، هو يعني لازم الواحد يبقى عنده سر الذهب ولا مجوهرات عشان يركب قفل على الباب؟ منى. ايوه. نسيت. بقول لك ايه، احنا دلوقتي انت تصرفت في كل حاجه ومش عارف تتصرف في حكايه البنك دي، هتعرف بنك كويس ولا ما تعرفش بنك كويس؟ اعرف بنك كويس، البنوك اجازه يا محفوظ، يلا عشان هنتاخر. يا سيدي يا سيدي، كل تاخيره وفيها خيره. مالك كده؟ ايه يا صبحي خلصت؟ يلا خلصت يا دولي، مش ناقصني بس غير صوره معاك. يا سيدي يا سيدي، صبحي لازم كل يوم صوره. صورة قبل الغدا وصورة بعد العشاء. يلا يلا صباح. يلا يزيد يلا يلا يزيد. كمان واحدة. يلا يزيد. دولي دولي. يلا يلا يلا. كمان واحدة. وبعدين عمل معك ايه؟ ولا حاجة، حط قفله على الباب. يعني ايه كده بلح؟ مش هتعرفي تدوري تاني؟ لا طبعا ما ينفعش. طب هو مخبي المفتاح فين؟ انت عايزني اسرق لك المفتاح؟ ساعه زمن واحده بس، هطلع عليه نسخه ويرجع مكانه، ولا من شاف ولا من دري ومن غير ما يحس. نعم نسخه؟ ايه الجو الرخيص ده؟ لا يا استاذ، انا ما عنديش استعداد ان انا اعمل حاجه زي دي او اتقفش مره تانيه. طب نعمل ايه يا منى؟ نعمل ايه؟ حليها انت، حلي. بسيطه جدا. هتروح له لغايه عنده، تحكي له الحكايه من اولها لاخرها، تقول له ان الحاجات دي بتاعتك وانت لميتها منين وعايزها لايه. الخط المستقيم اقصر طريق بين نقطتين. عندك حق، انا هروح وهكلمه وهو هيفهم بالذوق بقى، بالعافيه هيفهم. انت بتتكلم كده ليه يا رامي؟ في ايه؟ مفيش يا منى، مستقبلي كله بين ايدي خالك يا منى، مستقبلي كله. محفوظ، انا هعرفك عليهم واحد واحد، بعد كده هضطر اني استاذن علشان مطلوب مني شغل تبع الحزب. يعني هتسيبني لوحدي يا حي ولا ايه؟ معلش كله مستنيك، ما تقلقش. يلا. اهلا اهلا برجل الساعه. اهلا بيك يا دكتور فكري. بقى يا راجل ابقى حما اخوك يحيى وما اشوفكش الا النهارده. والله ظروف يا دكتور. عموما انا سعيد جدا بالمقابله دي، بدل يا سيدي ما بنشوفك في التلفزيون وبس. انا اسعد. أقدم لك صديقي محمد الصالح، رجل أعمال والمستثمر العالمي المشهور. طبعاً، أهلاً وسهلاً. هلا وغلا، معجب فيك وايد أستاذ محمود. أنت بعد زين. الله، هو أنا وصلت لحد عندكم ولا إيه؟ أنت صيتك غطى الخليج كله وجزء كبير من شمال إفريقيا. الشهرة النهاردة حاجة سهلة أوي يا محفوظ. صح يا دكتور، في فنان أمريكي قال إن في المستقبل كل شخص بيصير مشهور لمدة 15 دقيقة. أظن إن الحين وصلنا لها المستقبل، لكن دير بالك الصعب هو الاحتفاظ بالشهرة في زمن الناس صار عندها يعني ملل من كل شيء. والله ولا لك علي يا أمين، أنا عمري ما سعيت لها. مش هي اللي سعيت لي ومش لازماني، بس زي ما تقول بقى كده يعني زن على الودان. المهم إنك هالحين تملكها، وإن ما كنت تقدر تحتفظ بيها حاول تستفيد منها قبل ما تضيع منك. على فكرة يا محفوظ، محمد عنده مؤسسة كبيرة قوي مقرها في لندن، متخصصة في صناعة وإدارة المشاهير. ما شاء الله. والمؤسسة دي بقى على كده يعني بتكسب؟ منجم ذهب، منجم بتدر أرباح وايد. الصناعة الحين والاستثمار في الناس أستاذ محفوظ، لكن مو أي ناس. مو أي ناس. محفوظ
أفيزا هتجيلي ولا جيلك؟ بص يا أبو الحسن لازم نزول. طيب هجيلك يلا. مبروك عليك يا عم محفوظ، عقبالك في القفص. بكره نكلمك في التليفون ما تردش علينا وتعمل فيها نجم النجوم. بكره ليه؟ من دلوقتي. اه صحيح، هو من دلوقتي نجم النجوم. طبعا يا عم، ما انت خلاص قسمتوا التركه ترموا الفتافيت للغلبان اللي زيي. فتافيت فتافيت للغلبان اللي زي فتافيت. انت عاتق حاجه يا نصر؟ انت في حاجه عاتقها؟ انت زي المنشار يا نصر، طالع واكل نازل واكل. المنشار نفسه يشتكي منك. سيبه يا محفوظ، سيبه اللي يلبسك تهمه ويقول لك ان انت اللي جزعت ايده كمان. جزعت ايه؟ ماشيها جزعه، مفيش داعي للتسيح. سيحش سيحش جزعه جزع يا ابن الجزع. بس انت ما اتغيرتش يا محفوظ. ممكن يكون مش باين عليا، بس باين عليك قوي انت يا شوقي. مش شايف ان انا كده احسن؟ يعني من يساري ناقم على الاقطاع وسطوه راس المال الى راس مالي اقطاعي، تفتكر ان ده احسن؟ وليه ما تقولش ان انا فقت من اللي انا كنت فيه ودلوقتي بقيت واقعي قوي؟ والله ممكن. هو بيقول لك اذا رحت بلد بتعبد العجل حش وديله. بص بقى، انا لا افك عن نفسي لا غاوي تنظير النهارده ولا اي كلام من النوع ده. خلونا كده بقى الواحد يفك عن نفسه شويه ويريح شويه كده. والان مع الراقصه الشرقيه دوسة. العوالي العوالي اللي هم غض من بصرك يا نصر. مغضوض لوحدي يا اخويا، ما تخافش. مغضوض مغضوض. يا حام بخاف من تليفونات بالليل. مش يمكن في مصيبه؟ ما هو عشان كده مش عايز ارد، عشان لو فيه مصيبه نعرفها بالنهار احسن. وهتسيبني ارد على التليفون في ساعه متاخره كده؟ يعني هتردي وانت عريانه؟ لو مكسوفه بحط حاجه على دماغي، لا هو عيب ولا حرام ترد. اهو ضرب تاني اهو، بس انا مش موجود. والله العظيم. الو؟ ايوه مين؟ يحيى؟ يبقى محفوظ. بقول لك ايه، انا مش هنا. وطي صوتك يا حامد مش سامعه. هو انت لا منك ولا كفايه شرك؟ ايوه يحيى، بتقول ايه؟ محفوظ ماله؟ مش لاقيه؟ اوبا اوبا. لا انا هحضر الشنطه بتاعتي بقى. قلت لي فرش تنام في ايه يا حامد؟ مش لاقيه ازاي؟ انتوا مش نازلين سوا؟ طب وبعدين؟ لا ما جاش. طيب وانت لو عطرت فيه يعني بطمني. سلام يا اخوي. تفتكر الانفجار هيبقى فين المره دي يا فوزيه؟ اعمل معروف اعمل معروف يا حامد، انا مش ناقصاك. انا هين عليه انزل ادور عليه دلوقتي. وتنزلي ليه وتتعبي نفسك؟ خمس دقايق وهتلاقي داخل عليك دلوقتي يقول يا زيدي يا زيدي. مش فارق غير في الحاجات دي. لو قلقانه قوي اقول لك على حل. افتح التلفزيون خدي افتح انت التلفزيون واحنا هنعرف منه كل حاجه. محفوظ ده يحيى لسه قافل معايا بيسال عليك. اصل مشيت من غير ما اقول له. وجيت لوحدك كده وما توتش؟ لا ما توتش يا حامد، يسال ما توتش. طب وايه اللي خلاك تسيب يحيى بس يا محفوظ؟ ما انبسطتش. انبسطتش؟ ما انبسطتش يا حامد.
مبسطتش ليه بقى؟ ده واخدك عند حماه، يعني عند الحكومة كلها. في حاجات حامد لما الواحد يشوفها من بعيد يلاقيها بتلمع وبتبرق، وأول ما يقرب منها بيندم على إنه قرب، وبيندم على إنه شاف، ويقول يا ريت اللي جرى مكان. لك البيض ما تقلش في الاكل. اهلا 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 يا متر، عود احمد ان شاء الله. اهلا بخير. انت لسه صاحي؟ اها لسه صاحي يا ابني، انا راجل سهير واحب الليل زيك كده بالظبط. ان شاء الله كده تكون السلطنت والجنيد كده وانت بتراجع القضايا وتحطها في كفه ميزان العدل. يا محفوظ، ايه السلطنت والجنيد دي؟ هو بيشتغل في مكتب ولا بيشتغل في كباريه؟ لا مالا كباريه يا راجل، حاشا لله، ولا حفلات خصوصي ايه، ولا افراح ايه؟ ابنك بسم الله ما شاء الله راجل قانون، مستقبله باهر، بكره ابنك ده يرقص النيابة على واحدة ونص ويهز بمرافعاته حيطان أجدعها محكمة. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا خال. عن إذنكم. عن إذنكم إيه؟ تعالى كده خد لك معانا كوباية شاي تظبط بيها إيقاع دماغك. لا معلش يا خال، أنا أنا خير. إيه ما معلش يا خال، وراح فين يا خال؟ أنا قاعد مستنيك من بعد صلاة الفجر، وشي في وش أبوك السمح ده. تمسبنا كده وتخش كده بذمتك، دي اخلاق فرسان ولا اخلاق عوالم؟ طب حضرتك مستنيني ليه من بعد صلاه الفجر؟ عايزك. بخصوص؟ بخصوص ايه يعني؟ بخصوص شغل. الشغل اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه يعني؟ انت مش بتشتغل محامي يا ابني ولا ايه؟ جايز عنده شغله تانيه احنا ما نعرفهاش بقى. شغله تانيه زي ايه يعني؟ لا تاني ايه ولا تاني ولا تالت يا بابا، هو محامي. خلاص. طب عايزك في قضية، عايز اتكلم معاك كده كلمتين على انفراد، لو مؤاخذة يا حامد، عارفة كده فضولي وحشري، فحابب اكلم حسين كده في كلمتين على انفراد. يلا يا قبلتي، قصدي يلا يا متر. فوزية، انت متأكدة ان الواد حسين بيشتغل محامي؟ لا ده انت راجعه اسخن من ساعه ما نزلتي. ياما اصله شافني. مين اللي شافك؟ هيكون مين ياما؟ هيكون مين؟ هيكون مين اللي شافك؟ مين؟ الاستاذ محفوظ. يا لهوي، فين؟ فين؟ في الحفله وانا برقص. طب وبعدين يا بنتي؟ ولا قابلين يابا، ولا قابلين. وما كلمتيش معاه؟ كلمني؟ يكلمني. مش لو بص في وشي تاني من اصله؟ هنقعد ساكتين كده يا خال؟ ما تتكلم، حد عايشك؟
من ساعة ما قفشتك بالسجاط وانت نازل عليك سحم الله، زي ما تكون مبلبع سد الحنك. اتكلم. اتكلم اقول ايه؟ عليك مليانة كلام ومليانة كسوف وعار كمان، انت راجل مش قادر حتى تبصلي. لا يا خال، انا ايه واللي فيها ده لا كسوف ولا هو عار، ده شقة وتعب ومرمطة. بس ما تعرفش حاجة يا خال، تعرفش انا اتبهدلت واتمرمطت قد ايه بعد ما اتخرجت من حقوق بجيد مرتفع، لا يوديني نيابة ولا يخليني احلم ابقى قاضي. كانش قدامي حل غير ان اشتغل محامي تحت التمرين. مرمطون مرمطون لاي محامي كبير، اعمل انا الشغل كله واوقف هو يترفع زي الهضبه، وفي الاخر يرمي لي حته عظمه 200 300 جنيه، مش في القضيه، لا في الشهر يا خال، الشهر اللي ممكن اعمل فيه 50 و60 قضيه. عارف النهارده يا خال انا باخد كام؟ 500 جنيه وفي الليلة، وانت جاي تكلمني عن الكسوف والعار. الله عندك حق يا ابن فوزية، والله الحياة دلوقتي بقت فلوس، بقت الفلوس هي اللي بتعمل للبني آدم قيمة، مش البني آدم هو اللي بيعمل للفلوس قيمة. تخيل يا أخي، من ساعة ما رجعت كلهم بيتكلموا على الفلوس. رمزي عايز فلوس، يحيى خايف على الفلوس، نصر ويسرية وشوقي عايزين يدفعوا فلوس عشان يهبروا فلوس أكتر، انتصار شقيانة عشان الفلوس، الحاج جابر السندوبي بيزغلل عينيها بالفلوس، حتى رامي شايف إن المستقبل كله هو الفلوس. هيفضل نعمل إيه يا خال؟ ناكل أحلام؟ محل بقيم ومبادئ؟ ما تأخذنيش يا خال، انت كمان ضيعت من عمرك 20 سنة واكتر عشان خاطر الفلوس. كل عيش يا خال، كلنا في الهوا سوا. برضو عندك حق يا ابن فوزية، عندك حق، بس انا لو كنت حسبتها غلط فانا مستقبلي ورايا، لكن انت مستقبلك قدامك، يعني ما بقولكش عيش على القيم والمبادئ والاخلاق وبس، بس التنازل لازم يبقى له حساب. يعني عندك مثلا تاجر المخدرات بيكسب اكتر من تاجر الذهب مليون مره، معنى كده ان ده صح؟ يا خال انت بتتكلم عن زمن عدى ولا؟ برضو للمرة التالتة على التوالي عندك حق يا ابن فوزية، ما انتوا ولاد زمن ممسوخ وأيام أسود من ليالي الهم، زمن المبادئ والقيم والأخلاق خلاص بقت نكت قديمة بايخة. دلوقتي لازم الناس تبقى زي البهلوانات تمشي على أيديها، لازم انت كمان تمشي على أيديك، بس لازم تعرف بقى ان اللي بيمشي على ايديه لازم راسه تبقى محنيه لتحت ولا بلاش. اعرف يا حسين ان حنيه الراس ليها تمن. في دي بقى يا خال انت اللي عندك حق، ما اعتقدش اني اعرف ارفع راسي في وش ابويا وامي بعد ما يعرفوا. ما تقلقش حسين، ما تقلقش بالك، إذا كان ربنا سترك كل ده مش حاجة أنا أفرحك. غير إيه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمال لوك 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 مع خيالك في إيه؟ ما تسيبولي شوية يا أخي، مش أخويا أنا ده. تعالى محفوظ، عايزك في مشروع فلوس ملوش أي حل. اتفضل.
محفوظ، ايه رايك؟ رايي في ايه يا ابني؟ بدل المحل اللي انت كنت عايز تفتحه قبل العيد ده خرابه يا ابني، خرابه. ايه ده؟ وليه بس التشاؤم ده محفوظ؟ دي العمليه كلها تتلم في يومين يا اخي، شويه بضاعه، شويه التشطيبات اللي فاضلين، يعني مش كتير يعني محفوظ، يعني مش كتير. لا مش كتير يا اخي، وحتى طبعت فلوس الدعايه الجديده بتاعت المحل. خد بص اتفرج وقول لي رايك. ايه ده؟ وايه بقى بعمارة ايه بقى انت حاطط صوري؟ يعني يا محفوظ انا بتبارك بيك اخويا حبيبي، يعني ما تباركش. بارك بيا؟ بارك حاف كده؟ كلك نظر بقى فيزا بقى، كلك نظر. امال فين انت بقى يعني؟ لازم تعرف مصلحتك، وانا راس مالي مكفيني والمكسب 300 المية، مش ده كان كلامك برضه ولا ايه؟ مشاكل التأسيس يا محفوظ ما انت عارف مالهاش اخر. تأسيس مين انا؟ تأسيس مين يا ابويا؟ انا شايف سيس بسم الله ما شاء الله برضو لبست في مشروعين قبل كده باظوا منك مش كده؟ لا 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 محفوظ مش زي ده، محل المره دي سحب على حسه فلوس قد كده من الناس، ده انا ماضي على نفس الشيكات كمان يا راجل. ودول رصيد؟ يعني هو هيجي الرصيد منين يا فيزا؟ زي ما تقول كده انا يعني حطيت كل حيلتي في المحل ده، وانت يعني مش كنت وعدتني قبل كده ان الفرج جاي قريب يا محفوظ؟ هو الفرج جاي قريب عشان اسدد لك ديونك؟ يعني انت مستني اخوك يسدد لك ديونك يا نطع؟ ما انا ما روحتش لحد غريبه محفوظ، انا روحت لنصر ابو الحسن صاحبك الروح بالروح. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، الله 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 الله، يا جميل يا جميل يا جميل، اطربني يالا اطربني يالا كمان وكمان يالا، ما لقيتش غير الغالي تستلف منه. عامل ايه بقى؟ استلفت كام بقى من مشيئة؟ خد منه مياية. مياية؟ 100,000 جنيه؟ هم انا اصلا كنت ساحب فلوس من ناس تانية وكان لازم اديهم جزء من الارباح فيما عدا ما محفوظ. يا دي المصيبة السوداء، تديهم جزء من الارباح؟ ده انت نصار عالمي يالا، انت بتلبس طاقية الدال ده؟ والله محفوظ انا لما كنت نصر ده طلب مني الفلوس انا ما كنتش لجأت لك اصلا. خلاص يا حبيبي شوف بقى انت هتسدد ديونك ازاي يا فكيك عصرك واوانك. اه محفوظ ابوس ايدك يا اخي، ده انت لا 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 يا ساتر يا زيدي يا زيدي، استاذنك بس هرفع رد عليك. يا زيدي يا زيدي بس ابو الحسن، يا زيدي يا زيدي. هتشتغليني ولا ايه انت كمان؟ حسين انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ مش جاي لي نوم. طب قوم نام لك شويه لحسن تقع من طولك قبل ميعاد شغلك بالليل. شغلي؟ محدش يعرف هيبقى فيها شغل ولا لا. ايه؟ في حد اداك زومبا ولا ايه؟ اه زومبا؟ ده انا خدت حته دين زومبا. ومين ده اللي اداك الزومبا؟ اللي اداني اداني بقى. طب يلا قوم نام لك شويه لحسن عينيك عامله زي كاسات الدم. في ايه يا فوزيه؟ اللي خش نام خش نام خش نام، ما تاخديني تهنيني احسن وداخلين تنامين جوه. مالك يا واد مش طايق نفسك ليه؟ مش حال ما كنتش خايفه عليك ومش عايزه اسيبك كده. بلا تسيبيني بلا تسيبك، انا سايب لك الشقه كلها مخدره. ها؟ ما تلاقيش تقف. ايه اللي جرى للواد؟ وحد جه جنبه ده؟ ما اشوف هطبخ ايه؟ نعم لا عيدي كده تاني اللي انت قلتيه يا ست نوسة. اسمي انتصار مش نوسة، والكلام اللي قلته ممكن اقوله لك مليون مرة لحد كده وكفاية يا سحس. لا يا شيخ بقى مش عايزاني اقول لك يا نوسة وانت تقولي لي يا سحس عادي. خلاص يا انتصار قولي له يا حسين. حاضر. جرايا يا طنط الحاجة، هي مشكلة في الألقاب. طب هي مش عارفة مصلحتها فين؟ عقليها. انا مش مجنونة عشان حد يعقلني، الشغلانة دي كلها على بعضها ما بقتش تلزمني. بس تلزمني وتلزم الفرقة كلها. ما تقولي حاجة يا طنط الحاجة. هقول ايه بس يا ابني؟ انت يرضيكي ان بنتك الوحيدة تبطل هز؟ يعني بعد ما بقت مطلوبة ومحجوزة بالاسابيع؟ والله يا هقول ايه يا حرة،
يسلم فمك يما، قالت لك انا حر. انا مش فاهم ليه كل ده، كل ده عشان خالي قفشنا مع بعض، قصدي في الحفله يعني. لا يا اخوي، عشان عندي شويه من الاحمر وعيني مش بكحه. يا ستي على وعلى خالي هو اللي لسه مقابلني واداني محاضره في الاخلاق ووعدني مش هجيب سبب حد. ها هو الصراحه يعني اتكلم عني انا بس اكيد مش هيستر عليا ويفضحك. اللي يخاف من الفضيحه ما يعملش حاجه من ورا الناس يا حسين. ده اخر الكلام؟ اه ده اخر الاخر. ماشي بشوقك يا ست انتصار، بس على فكره بقى الدنيا ما بتقفش على حد، وانا هشوف حالي مع رقاصه تانية تكون بتراعي اكل عيشها معايا يا حاجه وحاسه بمسؤوليتها. وانت بقى اسم النبي حرصك وصايمك جاي تعلمني انا المسؤوليه؟ لو كنت فاكره انك كده بتشتري خالي تبقى عبيطه. خليكي قاعده مستنياه، بس هو عمره ما هينزلك. ايوه حاضر. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل وبعودة الايام. يا لهوي يا لهوي يا امه، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا امه. بس انت محفوظ، لو محفوظ يا فيزا. ده عيل ابن أبلسة. سيبه، تعال معايا. تعال يا اخويا. الو، اسمعني بقى يا روميو، وعاك تقفل السكة. انت باين عليك شيطانك وزك وطمعك في انك تكوش على الامانة كلها لوحدك، لكن وحياة امي الغالية ما هيحصل. لو فاكر نفسك شاطر يا امور وهتفضل هربان عندك خليك، بس فكر كده شوية بالراحة. لو مش هنقدر نوصل لك اكيد هنوصل لحد من حبايبينك، في مثلا عم مينا وفي حبيبتي القلب مجنونة. ها سمعني يا امور؟ سمع. حلو، يبقى تجينا ان شاء الله كده على الخن الساعة 12 بالظبط، وتجيب الحاجة معاك ناخد حقنا. ويا دار ما دخلك شر، ما جيتش بشوقك. طب خليها بعد بكرة. وماله، خليها بعد بكرة، وعلى قولت الشاعر إن بعد بكرة لناظره قريب. أظن كده بقى عدنا العيب وازح. الخن الساعة 12 بالظبط. أحبك يا طعم.